وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة القاضي أمل أبول في محكمة الاستئناف العليا المدنية. سعادة الأستاذة، طبعا اختيار شعار هذا العام بمناسبة يوم المرأة في المجال العدلي والقانوني جاء نظرا لدورها الريادي الذي تلعبه في هذا المجال، هل لك أن توضحي لنا هذا الدور؟ مساء الخير أولا لتلفزيون البحرين ولجميع المشاهدين الكرام في المملكة وخارجها. طبعا تعتبر مملكة البحرين مرجعا رصينا في حماية حقوق المرأة وتمكينها وضمان تساوي الفرص لها مع شريكها في بناء النهضة وهو الرجل البحريني. وتأتي طبعا مملكة البحرين في مقدمة دول العالم المتحضرة ودول الخليج العربي، حيث كانت رائدة ومنذ السبعينات من القرن المنصرم في مجال القانون والعدالة. وأتقدم اليوم بالشكر الجزيل لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتخصيص يوم للمرأة البحرينية والاحتفال بإنجازاتها ونجاحها في المجال العدلي والقانوني، والذي يعد وبحق مصدر فخر لنا ودافعا لنا بمزيد من العطاء والتفاني، ويحق لنا أن نفخر ونزدهي ونزدان ونحن نتمتع بتكريم واعتزاز مملكتنا الحبيبة. بصفتي عضوة في السلطة القضائية لا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر عن سعادتي وفخري دائما بكوني امرأة بحرينية تحظى بثقة ومساندة وتقدير من لدن قيادتها الحكيمة متمثلة في جلالة الملك رعاه الله وسمو رئيس الوزراء حباه الله بالصحة والعافية وولي العهد الأمين حماه الله. فالمرأة البحرينية وثقت بنفسها واجتهدت وثابرت رغم جميع التحديات. جاء الدعم كذلك من الرجل البحريني الذي لا ننكر فضله، وهو الدعم الرئيسي لها في مجال العمل القضائي والواثق بعطائها وتفانيها، والذي كان له الفضل بعد الله في الوصول لما وصلت إليه المرأة البحرينية. هذا الدعم والإيمان بالمرأة يأتي من ركائز، وأعني بها ركائز أربع يقوم عليها العمل القضائي والقانوني والعدلي والإفتائي متمثلا في المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي المستشار سالم بن محمد الكواري وسلفه معالي الشيخ خليفة بن راشد الخليفة، وفي وزارة العدل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل، وفي النيابة العامة الدكتور علي بن فضل البعينين حفظه الله وسلفه النائب العام الأول المرحوم الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة، وفي الإفتاء والتشريع المستشار عبد الله البعينين الله يحفظهم، هم الداعمين لنا. وهذا الدعم أيضا موصول بدعم الزملاء من القضاة الأفاضل وأعضاء النيابة العامة، وأشكركم جزيل الشكر. القاضية أمل أبول، يعني ذكر صاحبة السمو الملكي الشيخة سبيكة بنت إبراهيم قريرة عاهل البلاد المفدى أن ما حققته المرأة من إنجاز يعتبر نموذج ليس على المستوى المحلي وإنما حتى المستوى الإقليمي والدولي في هذا المجال العدلي والقانوني، هل هناك أمثلة تذكر لتفوق المرأة في هذا الجانب؟ نعم، المرأة متفوقة ومنذ السبعينات من القرن المنصرم في القانونيات الرائدات سعادة الشيخة الدكتورة مريم بنت حسن الخليفة والأستاذة لولو العوضي، ولنا أيضا مثال في الشيخة هيا بنت راشد الخليفة، هم قانونيات رائدات طبعا كانوا مصدر إلهام لجميع القانونيات في العصر الحديث أو الأيام الحالية. ونطمح لمزيد من التقدم إن شاء الله والرقي في مملكة البحرين العزيزة في المجال العدلي والقانوني. القاضية أمل أبول في محكمة الاستئناف العليا المدنية، شكرا جزيلا لك.